كما أشارت الحكومة متطلبات كبيرة تحتاجها هذه الجزيرة جراء الضرر الكبير الذي أصاب الأرخبيل من نتائج إعصار مكانه. إذن كما نتابع الآن في فجر هذا اليوم تتجه هذه المركبات التابعة لمؤسسة خليفة بن زايد وهيئة الهلال الأحمر لإعادة شق الطريق الذي دمر جراء هذه السيول والذي فصل شرق المدينة عن غربها. إذن تحرك لهذه الآليات الآن التابعة لمؤسسة خليفة وهيئة الهلال الأحمر في محاولة لإعادة ربط غرب الجزيرة بشرقها وبالتالي سهولة إيصال المساعدات وعودة الحياة إلى هذه الجزيرة بشكل أكبر.